السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ شو مسوين؟ فيصل خلاص معاكم اليوم، جايب لكم اليوم لعبه ميدنايت كلب. واليوم حاب يعني نلعب من كم السابق شويه العاب سيارات. انا ما العب سيارات وايد، لكن يعني كنت اول العب سيارات. يعني انت انا المرحله الاولى خلصتها قصب كنت اتعود على اللعب قبل ما العب شويه، طلعت ثاني شيء كذي، يعني ما كنت ذاك اللعين عادي. ثاني مشيك يعطيك فلوس شوية ويمشي. فأدرنا اللعبة قديمة من ذات الكلاب، لكن قلت أنا أجربها وأسألكم شو لعبة السيارات بدكم نزلها. يعني ودي أنا أنزل سيارات على القناة، يعني حق الناس اللي يحبون ألعاب السيارات. أنا أحب السيارات لكني نوب شوي فيها، لكن ما يخالف. فقول ألعاب بدكم تلعب، يعني ألعبها سيارات. هاي اللعبة أدرنها قديمة وايد، فشو تبون ألعاب جديدة منها السيارات؟ ما أعرفهم، أنا ما لعبت لعبة، لكن هذا مصابي. نروح ورا اول شيء. تعال خالي، انت من سابقك. تعال شلون؟ فهمت تحت صح؟ او سباق ليه محطة الوصول؟ علمك What's wrong with you, you not good people. وين زي واحد الطريق ايش يصير هذا؟ ايه شو طبعا طقت المايك، سامحوني ان لعب توتشون. السكان ثقيل بعد. ايه صح دليت، بس الحين هنلف اللفه هذه. قطع مو اللفه هذه. يلا مشكلة، هذا سباق مش كويس اصلا، نخذه. ما احترم السباق انا هذا. مو مشكلة، هاي يعطيك شيء يمكن فلوس ولا بونس ولا ما ادري ايش يعطيك الله. لكن لا مشكلة، سباق إلى السباق هذا. السباق يصير خير، مو هني قاعد تستعرض عضلاتك. تعال الحين الصعب يكون شوف. اوه لا مشكلة، الحين بنصعد مع هذا السباق. هذول اللعبة اللي تبونها، مو تنسون في عندكم. خلينا صعب خلينا كم سيارة فيني؟ كم صعب؟ بس اثنين، واحد بواحد. الحين تحشم واحد. نو يو جود بيبل، تشوفون الحين بطم سياراتكم، سياراتهم شكلها اسرع. والله تقوم سياراتهم. سياراتي ما فيها ولا تيربو المشكلة. في لفة أليمة. أهم شي ما أعرف آخذ لفات. What's wrong with you, you no good people. تبي أطيرك الحين؟ تبي أطيرك؟ أطيرك؟ ما يقول احسن. لا يلف مع راسك. اخر هذا قاعد مش كويس. اخر زين اتلفني يا خانك. يلا تقدر علي. انا خلصت. لون عليهم الحين. انا طبعا سهل انك تكون الاول، صعب تحافظ عليه. اللفات بعد ما عندي خبرة فيها، يبي لي شوية اتعود على اللفات. انا كل لفة اطلع حيل يسبقوني. شلون؟ اطلعت بزيادة عشان ماني ماسك البريك، بريك للضعفاء. هذا بلوك شوية. تيربو بس واحدة بتيربو والله. خلي الحدة هذا اطلع سيارته. ياه روح زين. ياخذ من تيربو، ياخذ من تيربو. اخذ من تيربو انا. لا ما اخذ حصان. يا ما اخذ حصان، انا في لفه الحين علينا. لفه الانيمه. اي كان ذاك السباق هذا ولا شو؟ صوتني كل لفه يسبقوني. اوف ما شفته. طيب وين صيده؟ لف عليهم. يا ناقد بيبل مو انا. زين كم لف في السباق؟ ايه خاني مي نمبر 1 مي كلاس
close my eyes look. أول مرة أفوز مركز الأول يعني صح قاعد أحاول كله الثاني ثالث ثاني ماكو ثالث سنة بس السباق هذا السباق الأول فزنا فيه كان سلط حاطين هني إن نكس ريس ولا تين تو جراج شنو الكراز أيوة هنا يا ترى روح نكس نكس ريس نكس هذا ما خلصنا بعد نقاط هاي نظام نقاط هي نظام نقاط يلا نظام نقاط طلع الأول يعني نكمل معاكم فوز عليكم ثم نوق يمكن في الذكة كان نظام نقاط أنا ما أذكر طيب سنتين ملعب اللعبة تجي ناسي قلت أول والله إيه ما أعرف وش ذي هذا 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 وحش هذا هذا بس الوحيد اللي ينافسني ياه أنا أحب أتحرش كيف إيش تبي أخذ من التيربو لفات الأليم هذي مع العادي بعد عشان تنزله عشان يمديك الطقة مثلاً تحلم تفوز علي مع راسي اوه وين انا رحت؟ مين ليش رحت لهم؟ مشكلة مشكلة مدينا عليه انا رحت اثنين وتودت اخذ منه تيربو تيربو شكلي رحت اربعة انا العاد طبعا ما لعب عادي انا وايد اكيد شفت اوتوماتيك كنت مجرب عادي فما ادري السيارة حطوا ليها عادي قلت بلعب احس العادي حماس اكثر ولا ايش رايكم؟ ايه 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 بعد 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 كويس تعال ولك والله كل كل قاعد غريبه والله نقطع اربعه ولا لا انا شنو هذا؟ يو فول والله دعموني ومشوا عني انا من الوب يا فتشوا عني يلا الحين الحين وانا ايش كذا مو متعود على هذا بعد هذا اشتري تيربو ما لازم اضبط السياره احط فيها تيربو ما لازم اشتري تعال ليتكم مغامره شي تسوق بينون يا تسوق صابقني تحمل قاعد تتكلم صح المرة لفة اخذتها شوي صح مو حلو 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 اقول نافوره ايه ايه مختصر صح انا غلطان ايش صح ناخذ بعد اغلط هناك ايه لفة أليمة لا لا تكفى طوايت يا طوايت انا اخسر ايه حلو حلو بس 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 ركز النهاية 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 المنوب النهاية المنوب ايه هذا الوقت الثاني مع راسك تحدى بس لازم حلو صاحي ريزلت ده شو يسمونه مش كويس كم سباق ريس اجين نكست ريس ما شنو هذا اتس فيفرت او ماشي السالفه اخي سباق المهم انه حقه do you want to repair the vehicle before yes he'll be able to اكيد صلحها انا نسي اخي هو انا نسي الله يخليك في السباق هذا هو كم سباق كله قاعد يتقزم عليهم المفروض عليهم انا اقول You talk, you have nothing but you talk. Don't have what my grandmother have. Oh, what happened? Oh, I'm tempting him over. Hello. Hello. Yeah. Oh, come on. Just so well. أخر أخر. اللي ما حطيت عليك بس طول السباق ماشي. أنا علمك. على نفسك بالطوفة.
هو لف عليه شفتوه والله كان شو غلط كذي جايك يا انت خاف جاي لف عليه مهي فشبه تنكسر يا شطر الثاني يا ليك لا تتحمس وايد حبا عليكم سباقين ما تتكلم مع راسك هذا اتلف يو فول يو نو جود بيبول بعد سيب بعد هني لف أليمة يا حسين في بالك شكلي منك احسن ولا وياهم اوه لا نقزه حلو ايوه طيب نقز السكان خلي خفيف ياكم ياكم بدل لا ما شو تصير يطيج على المادي انه في لفه كذي يصير مش كويس اكم لا ما طلعت في لفه هي عليمه سباق يلعبون والله كذا لفات ما احب سباق اللفات ما يطلع دفتين بطقه طقيه انا تيبو كل ما اخون عنك هني ما احب اطق التيبو اطق بغيك انا بعد تكو لا وايودي ها اخي عني لا ياخذ ايوه صح ها ليه تصوك انت وذاك المنور الله على خلصنا كومبليتد بس خلصنا هذه هي صح اوه والله اوه يصير كذي تتوقعونه اوكي والله زهقوني خلنا نعطيك احسن ايش يسمونه مش كويس والله مش كويس يمكن نسمي لك عرف شلون الو اكلمك انا فاهم كويس وين دايس ايش هاي يا ولد يا لازم اقول فيكم هاي كانت نهاية حلقتنا يا شباب اتمنى تكون نالت اعجابكم بنقاط منك قولوا لي اي لعبه تبون حق السيارات تبون ينزل كم فيديو عن اللعبه بعد ما عندي مشكله انا شو تختيم عاد لعبه وايد طويله يوم تصير اشياء خضراء نقول كافه طق شعر لفة كذي غلط طيب خالف مشكلة قول اي لعبة ها حادث على السريع كذي خالف هناك الجراج خلينا نروح الجراج اول بعيد ولا قريب عنده تروح الجراج عادي يلا كان مو بعيد كويس يلا خلنا نروح نقعد من الحلقة قلت لكم من هاي الحلقة صح؟ الجملة هاي كلها اقولها هاي ليش شي كل العلاقين لهم جمل انا قلت سوي الجملة بعد انا ما اقول الجملة هذه انا ما اقول تخيل هاي كانت حق شو كنت اقولها الالعاب السلام عليكم شباب كنت اقولها شو العلم؟ هوني قعد يا نعطي شوية وياك تطول يلا هاي قعد هاي دخل تاني يلا خلاص خلنا نصفط السيارة بدل ما نصفط يلا خلاص باي I'm telling you Jeff the ignition timing is off I'm working on it خلنا نشوف الكاتين رايكم your books buddy yeah I guess it's too tight سيارة
You don't look like a trust fund baby masquerading as a movie producer. Why on earth are you hanging out with him? We've got friends in common. Fair enough. No counting with taste, eh? What can I do for you? This is a full service shop. Performance, body, lights, paint, find what you want. بس ما حط فيها تيربو بكمل فيها شويه تمشي شويه يعني كم سباق ما بينا يوم بس في سياراني اتذكر كنت اشتغل نيسان ما احس نيسان شيء ما شو صاير زد ما يشم ما اعرف اصلا السياره شو شكلها حلو اخذها انا قاعد افكر بدرفته مع مالت غالي شكلها حلو هتلاحظون ما عندي شرطة بعد ليش؟ حد حماس مع الشرطة. ينصب تقطع السيارة. يلا خلاص تسلك كرسي سالك. إذا حد عنده اسم سيارة شغلة شيء شغلة عاد اللي يقول لي ها؟ أي سيارة أخذ؟ ناسي والله مو لاعب 5000 شخص بيسيارة 5000؟